الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، كلامي إليكم في هذه العجالة مأخوذ من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا تجتمعان في منافق، خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. هذا الحديث بهذا الإيجاز وهذا الكلام المختصر يعطي قاعدة من قواعد الشرع، وهي البعد عن النفاق. وحتى تبتعد عن النفاق إخواني في الله، وهو أنواع: نفاق عقدي ونفاق عملي، نفاق عقدي ونفاق عملي. بمعنى النفاق العقدي: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهؤلاء كفار أمام المسلمين يظهرون الإسلام، وأمام جماعتهم ومن هو على شاكلتهم يظهرون الكفر. فهذا الصنف في الدرك الأسفل من النار. النوع الثاني من النفاق وهو النفاق العملي، وهو أن تعمل عمل المنافقين لكن تبقى بالاعتقاد، تعتقد اعتقاد الإسلام والمسلمين. وهذا الذي حذر منه الشرع كثيرا، لأن هذا النفاق العملي هو باب إلى النفاق الاعتقادي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر، بمعنى أن الجدل الباطل يقود الشخص إلى الكفر بالله جل في علاه. وثم بدأ الشرع يزرع في نفوس الموحدين صفات تخالف صفات المنافقين، وحذر من صفات المنافقين حتى لا تدخل في قلوب الموحدين. ومن هذه الصفات، صفات المنافقين: واحد، عدم طلب العلم الشرعي. اثنين، عدم حسن السمت. الحديث واضح: خصلتان لا تجتمعان في منافق. وانظر إلى دقة الحديث: لا تجتمعان، بمعنى أن هذا المنافق قد يأخذ صفة من هذه الصفات، لكن لا يمكن أن يأخذ الصفتين، فيمكن أن يطلب العلم لكن لا يمكن أن يكون عنده حسن سمت، ويمكن أن يكون عنده حسن سمت لكن لا يمكن أن يطلب العلم. ف
فمعنى الحديث إذن باختصار أن من أراد أن يبعد عن نفسه النفاق فعليه بأمرين: واحد، أن يستمر بطلب العلم الشرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد يقول قائل: إلى متى نستمر في طلب العلم؟ إلى متى؟ الجواب: نستمر إلى الممات. وهذا السؤال سئل عنه الإمام أحمد، فقيل له: يا إمام، إلى متى تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. مع المحبرة أدوات الكتابة عندهم الحبر في ذاك الزمان، إلى المقبرة أي سأتوقف عن طلب العلم إذا دخلت القبر. وطبق هذا عمليا الإمام أحمد، ففي فتنة خلق القرآن عندما سجن هو ومجموعة من العلماء وهدد بالقتل هو ومجموعة من العلماء، فنظر في الجالسين فرأى أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم وهو أحد علماء الحنفية، فقال: يا أبا يوسف، ماذا عندك من أحاديث المسح على الخفين؟ قال: يا إمام، نحن ننتظر الموت وأنت تقول لي ماذا عندك من أحاديث المسح على الخفين؟ فقال: ألا إني أحب أن ألقى الله وأنا طالب علم، إذن هذا هو حال العلماء، أنهم يستمرون في طلب العلم إلى الممات. لا يوجد مرحلة مثل الدراسة الجامعية يأخذ بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، أستاذ، دكتور، ثم ينتهي. لا، طلب العلم مستمر إلى الممات. ولذا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم عندما مرض وزاره أحد الطلبة فإذا به يقول له: أخرج من تحت سريري هذه أوراقا، اقرأها علي. فجعلا يتناقشان في مسألة فقهية، مسألة رمي الجمار في الحج. فقال: يا إمام، أنت مريض. فقال: ألا إني أحب أن ألقى الله وأنا طالب علم. فبدأ يتناقشان في المسألة، ثم انتهى التلميذ فخرج فسمع صوت النساء يقول: مات أبو يوسف. فكان آخر حاله هو طلب العلم. وكذلك عندما زار الطلبة شيخهم أبا زرع الرازي وهو من أئمة الحديث، واستحوا أن يلقنوه لا إله إلا الله، فقالوا: ليس لنا إلا أن نذكره بطلب العلم. فقالوا: أيها الشيخ، عندنا سؤال، ماذا تقول في حديث، أو هذا إسناد حديث ماذا؟ فذكروا إسناد حديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ففهم الشيخ فقال: هذا حديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان،
ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم مات. إذا انظروا إلى حال العلماء وإلى حال الطلبة، يبقون مع شيخهم يطلبون ويستفيدون. فها هو نور الدين الهيثمي، إمام من أئمة الحديث، لازم شيخه العراقي 56 سنة، وتزوج ابنته، واقترح عليه اقتراحات الحافظ العراقي. انظروا، إذن استمرار في طلب العلم وليس هناك توقف. استمرار إلى متى؟ إلى الممات. بل وصل الحال في بعض العلماء أنه كان يفضل طلب العلم على أن يأتي زوجته. فكما يذكر في ترجمة القاضي عبد الوهاب البغدادي، عندما نزل إلى مصر، وهذا من علماء المالكية، استقبله أهل مصر وفرحوا به وزفوا له جارية حسناء جميلة يتزوجها وتخدمه، ولكن في ليلة البناء عرضت له مسألة والعروس بين يديه، فقال: اعذريني سأدخل إلى مكتبتي أبحث المسألة وأرجع. فأذن الفجر وهو يبحث في المسألة ولم يرجع إلى زوجته، نسي أن الليلة ليلة البناء، ومكث على ذلك في كل يوم حتى مات. فقالت زوجته بعد انتهاء العدة: من أراد أن يتزوجني فليعلم أني ما زلت بكرا، فإن الشيخ لم يجد وقتا لمجالستي. حياتهم في العلم وتفكيرهم بالعلم، لما؟ لأن هذه رفعة الدرجات. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأيضا هذا لا يكفي، وإنما المطلوب منك الشيء الثاني، وهو حسن السمت. وباختصار ما هو حسن السمت؟ أن تطبق ما تعلم، أن تطبق ما تعلم. ولذا كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. أيضا الله جل في علاه قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء أكثر خشية لله من غيرهم. لما؟ لأن عندهم تطبيق أكثر من عامة الناس. لما؟ لأنهم يعلمون أشياء لا يعلمها الناس فيطبقون أكثر من الناس. فهذا هو حالهم، يتعلمون ويطبقون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا هذا حالهم، وهذه دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى العلم والتزكية، نتعلم ونطبق ما نعلم، وعلى ضوئها نرزق بحسن السمت. لذا الإمام أحمد كان مع تلميذ له، فرأى تلميذه في الليل نائما فقال: سبحان الله، طالب علم وليس له نصيب من الليل، طالب علم وليس لك نصيب من الليل، إما أن تقرأ، إما أن تصلي، إما أن تحفظ، هذا الليل ليس للنوم فقط، وإنما هو لتحصيل الأجور والثواب أيضا. وأيضا إخواني في الله، الله عز وجل قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فإذا هذه هي التزكية: قيام الليل، ذكر الله، قراءة القرآن. فكيف طالب علم يقرأ ويعلم ولا يطبق؟ كيف تقول عن نفسك أني هربت من النفاق؟ فلو كان للعلم شرف دون التقى لكان من أشرف الخلق إبليس، كان أكثر الناس فضل من إبليس، لأنه علم شيئا كثيرا لكنه لم يطبق. فإذا الضابط في المسألة هو علم وتطبيق. وأحل الله البيع وحرم الربا، ثم بعد ذلك أشتري شقة عن طريق البنك، أشتري سيارة عن طريق البنك، صل من قطعك فتجدني قاطع رحم، وهكذا عشرات الأمثلة التي ينبغي للواحد منا أن يتفقد نفسه. إذن إخواني في الله، من أراد أن يطرد عن نفسه النفاق فعليه أن يتصف بأنه يستمر في طلب العلم إلى الممات، وأن يحرص على تطبيق ما يعلم، فبذلك إن شاء الله يكون هذا بعداً عن النفاق، وفيه إن شاء الله رفعة الدرجات. والله الهادي والموفق، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نترك مجال للأسئلة المكتوبة إن شاء الله، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم. ما هي أفضل طبعة لكتاب أسد الغابة لابن الأثير؟ لم تصدر لغاية الآن طبعة تشفي غليل طلبة العلم، لكن مأمون خليل شيحة أخرجها في 5 مجلدات مقبولة عن دار المعرفة. هو هذا مبين نفس اللغة كل. ما هي أفضل طبعة؟ نازل لي يسألني عن الطبعات. سؤال آخر: ما هي أفضل؟ متناش نفس الشخص، شوفوا لي ألوان ثانية والله. ما هي أفضل طبعة لكتاب الإصابة؟ الإصابة في تمييز الصحابة الحافظ ابن حجر العسقلاني، طبعت بتحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وفريقه في 16 مجلد. متى يحق لطالب العلم أن يعلم الناس؟ كلمة الناس أي يتصدر للناس. التصدر للناس لا يكون إلا بشهادة أهل العلم لك بأنك تستحق أن تتكلم في الناس. أما تستطيع يا طالب العلم أن تذكر زوجتك، أن تذكر أهلك، أن تذكر صاحب الدكان اللي بتشتري منه، أن تذكر طلابك إذا كنت أستاذ مدرسة في الرياضيات، تستطيع أن تذكر
أقاربك، إخوانك، أخواتك، خالاتك، عماتك، محامك، هذا لا يحتاج إلى التصدر للعلم والدعوة إلى الله، لا تحتاج إلى علم وفير. أما أن تتصدر وأن تسافر وأن تنتقل من مكان إلى آخر فهذا لا يكون إلا بعد مكنتك في العلم. والله عز وجل يقول وأنذر عشيرتك الأقربين. فتجد الواحد منا يريد أن يذكر غيره ويريد أن يذكر البعيدين ومن حوله أولى الناس بأن يذكروا. أبوه يحتاج إلى من يذكره. قد يقول قائل أبي لا يتقبل مني، ما في مشكلة، أحضر له جارنا، أحضر له عمي، صديقه، يعني في طريقة، أمي أسلط عليها، وخالتي، عمتي، أخواتي أحسن لهن في المعاملة فيحببنني فأعلمهن، وكذلك زوجتك وأولادك وجيرانك تستطيع أن تذكر. أما التصدر فهذا بعد أن يشهد لك أهل العلم وطلاب العلم. ما حكم الضرب في المدارس ودور القرآن علما أنه يضرب من أجل الأدب؟ إخواني في الله، ينبغي لنا أن نفهم ما قالته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما دخل العنف في شيء إلا شانه. فأفضل طريقة إخواني في الله في التعامل مع الطلبة هي الرفق. طلبة العلم في السابق غير طلبة العلم في الوقت الحالي. طلبة العلم في السابق كانوا لو عوقبوا يبقوا متمسكين بشيخهم وأستاذهم، بينما في هذا الزمان من غير عقوبة الطلاب ليسوا مستمسكين بشيخهم وأستاذهم. يعني قابلت شخص أنا منحرف، قال أتدري أيها الشيخ ما سبب انحرافي؟ قلت لا. قال رجل كبير ضربني في المسجد وكنت طفلا، فقررت ألا أعود إلى المسجد، فأنا الآن كما ترى. إذن الضرب ينفر الطلاب. كان الأعمش سليمان بن مهران إذا جاءه التلاميذ ماذا يفعل في غير وقت طلب العلم؟ يترك عليهم الكلاب، يترك عليهم الكلاب فيهرب الطلبة ثم يعودون. تصور الآن أنت تترك كلب على، فأول كلمة قل لك يا أخي أجت منك، ما أجت مني يعني. وشاري ثانية، هو فيش غيرك شيخ؟ ما في غيرك بدل الواحد شماله عشرة. فبالتالي هذا واقع الطلبة. انظر إلى الثقفي عندما جاء إلى شيخه قال أيها الشيخ علمني حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الشيخ لا بأس، لكن عندي شرط. قال له ما هو شرطه؟ قال أن تبات الليل على باب بيتي، على عتبة البيت، وفي الصباح أعطيك حديثا. فبات التلميذ على عتبة البيت. فعندما خرج الشيخ إلى صلاة الفجر أيقظه وأعطاه حديثا. قال يا الشيخ أعطني حديثا آخر. قال له بات ليلة أخرى، بات ليلة أخرى. لو قلت هذا الكلام للطلبة في هذا الزمان كان قال لك شو أنا أبات على بيتك؟ مثل تكون فكر انقطعوا الشيوخ ولا انقطعوا العلماء ولا حضرتك
والله إذا بدك أنا أحضر درسك أنت تعال نام على باب بيتي. ما في أدب ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي زهد، ما في اهتمام. فهذا إذا أفضل طريقة للتعامل مع الطلبة في هذا الزمان، سواء كبارا أو صغارا، هو اللين. وثبت من ثبت، ونبت من نبت، وبقي من بقي، لكن أفضل شيء هو اللين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق قطف البلح في المسجد ليأتي الصغار ويتشجعون. وانظر هشام بن عمار عندما جاء إلى مجلس الإمام مالك بن أنس. الإمام مالك مجلس معظم لا يجلس الصغار، فجاء وجلس في المجلس، كان ولدا صغيرا. فدخل الإمام مالك فقال قم، فلم يقم، فقال أخرجوه، فأبى، قال اضربوه، فضربوه فخرج. فبقي ينتظر الإمام مالك حتى خرج. فقال عندما رآه هشام، رأى الإمام مالك، قال يا إمام أسألك بالله بأي حق جلدتني؟ الإمام مالك يستطيع أن يأتي بمبررات كما في هذا الزمان، ليش ما جيتش على الدرس؟ بحضر لك مبررات أشكال، جاهزي جاهزي. لا، هاي ما بتنفعك يوم القيامة. فالإمام مالك عنده مبررات، لكن هل تنفعه يوم؟ لا ما بتنفع. فقال لا حق لي بجلدك يا بني، اجلدني كما جلدتك. قال لا يا إمام، ولكن علمني الحديث الذي علمته للناس. استمساك بالمشايخ والعلماء، فعلمه الحديث الذي علمه الطلبة. فقال هل رضيت؟ فقال نعم، ولكن لي طلب عندك أيها الشيخ. قال ما طلبك؟ قال اجلدني في كل يوم صوتا وعلمني حديثا. أما في هذا الزمان لو قلت للطالب بدي أجلدك صوت وبعدين تسمع حديث، ولك مليح يا شيخ ما أجلدك أنت. ما في أدب ولا في اهتمام. وكثير من الأولاد أتوا إلى دروس العلم لتشجيع أهلهم وعدم رغبة. فالأولى هو الصبر على الطلبة الصغار والطلبة الكبار. ومع ذلك كلنا نخطئ، وخير الخطائين التوابون. فقد يخطئ المدرس بسبب بشريته، وبالتالي على التلميذ أن يتحمل. فإن لم يتحمل فليفعل كما فعل الإمام مالك، والله الموفق. ما هي علامات الإخلاص؟ علامات الإخلاص تعرف بأشياء. واحد، أن تبقى تخاف أنك لست مخلصا. أما متى أمنت أنا مخلص لعملي، فهذا علامة أنه ما عندك إخلاص. كما قال الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. قالت عائشة يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويقتلون ثم يتوبون ويخشون أن لا يتقبل الله منهم؟ قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويزكون ويصومون ويخشون أن لا يتقبل الله منهم. وبالتالي علامات كثيرة، هاي درس كامل يعني السؤال، لكن نذكر شيئا آخر، وهو
أن توفق إلى طاعة أخرى، كما قال الله: فإذا فرغت فانصب، أي إذا أنهيت عبادة فابدأ بعبادة أخرى. وكما قال بعض السلف: إني لأترك المعصية الصغيرة مخافة أختها التي هي أكبر منها، وإني لأعمل الطاعة الصغيرة رجاء أختها التي هي أكبر منها. فلذا قال أحد السلف: إن من علامات الإخلاص أن يوفق العبد إلى طاعة أخرى. وهكذا فيه أشياء كثيرة حقيقة لا نستطيع أن نأتي على جميع الصور والأشياء. إيش الأشياء تعطينا؟ ماذا تنصحون من ابتلي بالسحر؟ أولا، السحر حقيقة وهو مثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر موجود، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، لكن السحر كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لكن يطمن: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. على كل حال، هنا السحر مثبت في كتاب الله ونصوص كثيرة، وأيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوى لم يضره سم ولا سحر بإذن الله. نصوص كثيرة. الأمر الثاني أنه لا ينبغي للشخص أن يتوسوس، فكل ما يصير معاه شاغل يقول لك شكلي مسحور، شو مالك؟ والله شغلي وقف، معناته شكلي أنا مسحور أو صابتني عين. فتعال نشوف شو بتشتغل. زي واحد ذكر لي قال: يا شيخ أنا مسحور، أنا فاتح دكاني وما ببيع. فقلت له: يا أخي هذا أمر غيبي. فالحكم على الشخص إنه ما ببيع لأنه مسحور أمر غيبي. فأولا اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اثنين، خذ بالأسباب الدنيوية، اجعل بضاعة في حانوتك في دكانتك. فقلت في نفسي: أشتري منه بعشر عشرين دينار وأشياء يعني لي شخصية للبيت، فمنها أشجعه وأبين له إن شاء الله أنك. فدخلت في هذه الدكان فإذا بها خرابة، لا يوجد بضاعة، ما لقيتش أشتري بخمس ليرات، لم أجد شيئا أشتريه بخمسة دنانير. فقلت له: يا أخي جزاك الله خيرا، تقول لي مسحور، وأين البضاعة؟ قال: يا شيخ والله راح راس مالي. ما قلت: إذن في حلول، في حلول. فإذن هذا الأمر الآخر الذي يقع فيه كثير من الناس. الأمر الثالث إنه بعض الناس كسول، فبدل أن يتنشط فيلجأ إلى ما يسمى: أنا مسحور أنا محسود. فخلينا نحكي عن حالنا، يكون يطلب علم يبطل يطلب علم. ليش؟ والله شكلي يا شيخ مسحور. ليش يا أخي؟ شو مالك؟ قال: والله صلي الفجر؟ نعم. تقرأ قرآن؟ نعم. صير فيك إشي؟ لا والله ما بصير. إذن هذا علامة إنه فيش فيك إشي. طب شو بتساوي بعديها؟ قال: والله بصلي الفجر.
بقرأ قرآن وبسبح الأذكار وبظل للضحى. ممتاز، بصلي الضحى وبروح باكل وبشرب وبروح بنام. إلا الدنيا الظهر والله راح شغلي يا شيخ. إيه؟ إذن حضرتك كسول عن العمل، حضرتك كسول عن طلب العلم، بش إنك مسحور، أنت إيش؟ كسول. فبروح بلبسها لإيش؟ للسحر. وهذا حال كثير من الناس في أشياء كثيرة. شخص قبل فترة صلى معنا الفجر، أو حدث أنه صلى الفجر، فقال له شخص أنت مسحور. أنا مسحور؟ طب لما؟ قال انظر عينيك حمر. قال صح، بس الليل أنا ما نمتش، الولد مريض ما نايمنيش. يعني إذا من عيني حمر صار أنا أنه مسحور؟ فإذا رجعنا أنه كثير من الحالات سببها الوسوسة والوهم والكسل واللجوء إلى بدل أن نلوم أنفسنا نجعلها إيش؟ على السحر. الخاتمة، وهذا هو الزبدة، إنه سواء في سحر أو مش في سحر، شو الحل؟ الحل الاستقامة على أمر الله. ومن يعشو، يعشو أن يضعف، ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. إذن الشياطين على من تأتي؟ على ضعيف ذكر الله، لا في قرآن ولا في ذكر الرحمن. طيب الشيطان على من يسيطر؟ على البعيد عن أمر الله، لأن الله قال عن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إيمان وتقوى ما في أثر للشيطان عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كفية وعفية وتنحى عنه الشيطان. فكيف نازل تقول لي في سحر معناته في معاصي يا أخي؟ توب إلى الله. إذا ابتليت بالسحر وأنت من الصالحين بإذن الله ما بثبت، بروح ما دام ثبت على أمر الله عز وجل. وبالتالي إخواني في الله، فأولا المقدمة، والثانية أن نثبت على أمر الله. إذا في شيء شو ماله؟ روح. واحد قبل فترة قال أنا مسحور يا شيخ. طب كيف حكمت أنه مسحور؟ صير معي هيك وهيك وهيك. هذه أخي مش علامات سحر، هذه مشتركة مع أشياء كثيرة، لما لم تنسبها إلى المعاصي؟ كما قال بعض السلف إني لأجد ذنبي في دابتي وأهلي. يعني مشكلتك مع مرضك بسبب المعاصي مش بسبب السحر. قلت له طب بدي أسألك سؤال، تقرأ قرآن؟ قال طبعا شيخ. قلت له اقرأ، مكث ومسح. قلت له شو شعرت؟ قال برتحت. قلت له إذن وين السحر يا أخي؟ هو اللي فيه شياطين وجن وهذا، هو بيقدر يقرأ قرآن بالساعة والساعتين؟ فإذا إخواني في الله، إيانا والوسوسة، عافانا الله وإياكم من الوسوسة. السؤال، هل يمكن الجمع بين حفظ كتاب الله وطلب العلم دون حفظ المتون؟ إخواني في الله، أكثر شيء بعد فضل الله يعينك على طلب العلم أن ترزق بشيخ يشرف عليك ويتابعك ويرشدك، يقصر لك الأعمار والأوقات والجهود. فبالتالي لازم المشايخ وطلبة العلم. لما سليمان بن مهران كان يترك الكلب على الطلبة من كثر ما هم حريصين على إيش؟ على بدهم مش يسيبوه لا ينام ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش، بدهم يلازموه. فلو تشبهنا بهؤلاء والله لتقدمنا كثيرا في طلب العلم. أولى ما تحفظ كتاب الله، ثم بعد ذلك كيف تتدرج بالقراءة والحفظ؟ بإشراف شيخك عليك، وكل بحسب طاقته وقدرته، والتوفيق من الله جل في علاه. السؤال الأخير،
ما هي عقيدة ابن حجر الهيثمي؟ هناك نور الدين الهيثمي وهناك ابن حجر الهيثمي، لابد أن تميز بينهما. نور الدين الهيثمي عالم كبير من علماء الحديث، واشتهر بكتب الزوائد، وقلنا لازم الحافظ العراقي 56 سنة وتزوج ابنته، وهو من أهل الحديث وعلى عقيدة أهل الحديث، وهو صاحب مجمع الزوائد ومجمع البحرين في زوائد المعجمين، كتب كثيرة أكثرها في الزوائد. أما العالم الآخر وهو أحمد بن حجر الهيثمي بالتاء الهيثمي، وهذا عالم متأخر من علماء الشافعية، وأصبح فتاويه وأصبح قوله وفتاويه هي العمدة عند الشافعية في القرون المتأخرة، وهو أشعري جل، وكان ناقما على ابن تيمية، وذكر أشياء حتى قام الألوسي وهو من علماء العراق، وما أدراك ما العراق، فقام وكتب كتابا سماه المحاكمة بين الأحمدين، أحمد بن حجر الهيثمي وأحمد بن تيمية. فهذا أحمد وهذا أحمد، وأجرى محاكمة بينهما وبين ما لابن تيمية من علم وفضل ومكانة. فإذا لا نخلط بين هذين العالمين، والله الهادي والموفق، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.